معانا عبر الهاتف الأستاذ محمد حفظي، المنتج وسيناريست ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. أستاذ محمد، منور المساء مع قصوى، أهلا بحضرتك. ألو، أهلا بحضرتك يا أستاذ محمد. خير، أهلا، إزيك؟ مساء الفل على حضرتك، أهلا بيك. تمام، الحمد لله، كويس. أستاذ محمد، خلينا كبداية ناخد يعني الخطوات واخد من حضرتك الخريطة اللي احنا مقبلين عليها فيما يخص مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. مهرجان القاهرة، والله احنا مفيش، احنا اعلنا عن تواريخ الدورة الجديدة، وان شاء الله يعني بدأنا نشتغل وبنجهز وكده، ويعني قريب طبعا كل شوية هتلاقينا بنطلع اخبار وبنعلن عن اخر التطورات. يعني هل في خطوات يعني نتيجة للحدث أو للظرف الحالي، هل في تعديلات معينة أو أفكار أو مقترحات معينة حاطينها لحالات مختلفة يعني قد تحدث الأيام القادمة؟ يعني أنا متفائل إن شاء الله إن إحنا هنعمل المهرجان، ومتفائل إنه هيطلع دورة كويسة بعيدا عن أي مشاكل حصلت وأي ظروف حصلت في الأسبوع الأخير ده بالذات يعني. لكن يعني احنا لسه قدامنا 5 أشهر نعمل فيها. طبعا الظروف يعني مخلينا كلنا يعني فعلا مش عارفين نفكر هيحصل ايه بكره، بس طبعا لازم نحط خطه ونشتغل عليها على اساس ان احنا يعني نطلع بالمهرجان بشكل كويس. مع الوضع في الاعتبار ان اكيد المهرجان السنه هيبقى اكيد شكل مختلف عن الدورات السابقه، وده مش ما ينطبقش بس على مهرجان القاهره، ينطبق على اي حدث ثقافي، اي حدث كبير يعني. لازم يبقى فيه شويه يعني معايير كده مختلفة في اللي احنا ازاي نحافظ على سلامة الناس وازاي نتعامل مع الوضع اللي احنا فيه يعني. طبعا حتى لو الدنيا اتحسنت ان شاء الله يعني اكيد هتحسن من خلال نوفمبر، التفائل، لكن برضو لازم نحط كل الاحتياطات اللي تأمن الحدث ده بحيث ان هو يعني ما يكونش فيه اي ضرر او اي اصابة او اي خطر على اي حد من ضيوف اللي جايين من بره او يعني ضيوف المهرجان من مصر او من الخارج يعني. عندي سؤال لحضرتك يعني في سياق الكلام اللي حضرتك قلت لبعض المشاكل اللي اثيرت الفتره اللي فاتت، بعد خروج الاستاذ احمد شوقي من المشهد، هل في بدائل او في تصور لخطه معينه؟ هو اسمحي لي ان انا يعني بس ما يعني مش هعلق على الموضوع ده دلوقتي. لا لا، مش على الموضوع يعني، ما بعد الموضوع يعني احنا متجاوزين النقطه دي. محتاج افكر ولسه في الفترة الجاية يعني، وأكيد بدرس الموضوع، وأكيد في خلال يعني احنا عندنا وقت، وأكيد في خلال أيام يعني هيكون في خطة بديلة أو هيكون في تصور تاني يعني المدير الفني أو إزاي هندير المكتب الفني بتاع المهرجان. بس لحد دلوقتي احنا يعني مفيش مقترحات يعني أو أسماء موجودة؟ حاليا لا. لا حاليا لا لسه، بس أكيد يعني أكيد هو هيسيب فراغ كبير يعني، فأنا مش يعني محتاج أفكر ومحتاج يعني أقعد شوية وقت كده أدرس الموضوع كويس. أنا بشكر حضرتك، نورتني، شكرا جزيلا. الأستاذ محمد حفظي، المنتج والسيناريست ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، شكرا جزيلا لحضرتك.